كان الحلم ورد وتوت ودنيا تغلق أبواب السعادة في خطاوينا جنينا المر والعلقم وكان الحلم ورد وتوت ودنيا تغلق أبواب السعادة في خطاوينا بأمنا وصبرنا احنا مشيدين بيوت نردد يا عسى باكر ترسينا موالينا ترسينا موالينا. بصراحة عمك زودها وايد يا مازن. هذه غلطتك انت يا ياسر وباقي الصيادين. هلش عطيته كلمة من الأول ووعدته؟ نحن يا مازن ما حسبنا أنه يكون بهذه الصورة. حسبنا أنه ياخذ في الشهر مرة ولا مرتين وسوينا كيه لأنه هو يساعد هل الحارة وأي حد يسير له ما يرده. وبعدين لا تنسى يا مازن عمك مسلف كل الصيادين. المهم الحين أنت تحاول تفاهم معه ولا تعانده. لا تعاندي يا ياسر، ترى التفاهم أسلم وأحسن. يا أخي أنا مستعيب منكم، تكلموني وكأني أنا الغلطان. تكلم يا حمزة، قول شيء. أنا ما أقول غير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. المهم تصبر يا ياسر وأنا إن شاء الله بتفاهم مع عمي. إن شاء الله إن شاء الله يا مازن. أقول حمزة، أنا تراني باكر ما روم أطلع معك. طلع أنت وشوف حد من أرباع يصير معك. ولا يهمك يا أخوي ولا يهمك، أفع عليك. جزاك الله خير. يلا عاد بنترخص. جالسين شايف خاطرك؟ أحسنتوا ما تقصروا. يلا على خير. يلا يلا وسلم على خالتي أصول. سلم علي هواي. يبلغ يبلغ. يلا شد حيلك عاد وقوم. إن شاء الله يا مازن إن شاء الله. يلا ما تشوف الله يشفيك إن شاء الله. الله يشفيك. أحسنتوا أحسنتوا قدامكم الرحمن. يلا يابر يابر. ها علامة ايش تبي؟ ما بقى شيء. اشوفك جالس تفكر. ايش تفكر؟ وحرام الواحد يجلس مع نفسه شويه. لا صدق، في ايش تفكر؟ افكر في الخير اللي جاينا في الطريق يا طيبه. خير؟ فرحني. ايش هو؟ اللنش. اللنش؟ هاي لنش؟ اللنج الجديد اللي اشتريته الحين بدل هاك اللنج الجديد. اللنج اللنج لا نسمع بقى. باكر بيوصل ان شاء الله. باكر باكر باكر. هذه باكر. هاي باكر اللي جايه ما غيرها. لا راد الله. الله يبارك لنا فيه ويجعله سعد علينا يا رب. لكن باكر باكر تسوي لنا غدايا نغاوي زينها. ولا يهمك يا يابر، بس حال من؟ حال من؟ حال الناس اللي بيجيبوا اللنج. والحين والحين جاي تقول لي يا يابر الحين؟ انا نسيت انشغلت شويه. والطباخ ما يباله حد يعاونني؟ ترى معك خوله اظني ما بتقصر. خوله؟ لا ما بتقصر. طيب خلي عنك السوالف هذه وقومي رقدي. يلا قومي. عازم الناس والحين جاي يقول ايش هذه الحاله؟ ها عابد؟ هلا مازن. ما رقدت؟ لا والله ما غير رقاد. زين تعال تعال باك شوي تعال. ها؟ تعال باك سالفة. زين. وانت بترقد؟ لا والله ما يرقد. ايش اسوي؟ من هين جاي انت الحين؟ جيت اشوف ياسر مسكين. ايه مسكين الله يعينه. بعد على حاله والله. ما قلت لي عابد ايش اخبارك؟ اخباري انت تعرفها. لا يعني اقصد ايش مسوي؟ ايش معدل؟ كيف اونك؟ مازن لا تطول السالفة وهي قصيرة. قول لي ايش تبى؟ صراحة يا عابد أنا ما عايبني حالك. إيه حالي؟ وإيش في حالي اللي ما عايبنك؟ ما عايبني اللي قاعد تسويه في نفسك قدام الناس في السوق.
وانت راضي عن نفسك؟ انا ما حد يقدر يقول لي اي كلمة ما زينة. لا انا ما قصدي هذا الشيء، انا قصدي خوفك وجبنك قدام عمك. عمي؟ لا والله، تخلي نفسك ما عارف شيء. ها عابد، انا عارف كل شيء، لكن ايش تبغاني اسوي؟ وقفله وقفله ومنع اللي يسويه في الناس. ما اقدر اوقفله، ما اقدر اوقفله يا عابد، وتعارف كله علشان خوله. لو وقفت له بتبعد بين المسافات. وكل هذا عشان خوله؟ طبعا عشان خوله. ولو سمحت لا تكلمني في هذا الموضوع مره ثانيه. وانت بعد يا مازن لا تكلمني في الموضوع مره ثانيه. عابد، انا بمصلحتك. يا مازن، انا بمصلحتك ومصلحه كل واحد في البلاد. وبعدين عمك، عمك ما حد يقدر يوقف له غيرك. عابد، الحكي معاك التضايع. مش رقد احسن. مش مش يا حول ولا قوه الا بالله. هذا هو ياسر. دام انت وكي من احرجه. الله اعلم، ما نقدر نظلم حد بصراحه. لا تعرفون، تعرفون ان امس يابر متنازع مع ياسر وضاربنه هو اللي معه. لا 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 لا، ما ظن يابر يسويها، ما ظن. وليش يابر يحرق الهوري؟ ترى امس خذ اللي يباه وزياده، حتى انا ما اعتقد انه يابر. ها؟ انا صراحه نوبه ما اتهم، اتهم يابر. عيل من سوى شي؟ وهين ياسر؟ صحيح، وحمزه بعد ما لها. زين حد يصير يشوفهم يا جماعه، حد يصير يشوفهم. تحرقوا، سيروا سيروا. صباح الخير عمي. الله لا صبحكم بالخير. ايش شايفين الحين؟ ايش تبون؟ يا عيد نقول لك عمي ان سوينا اللي طلبته منه. ما اعرف انكم يا عيد تقولون لي. اعرف، بحسك شوي شوي وانت تتكلم. خلاص سيروا عن وجهي. ما تبشي يا عمي؟ ما بشي يا ابوي، سيروا. هاك الكلام ما بسمع النشاط والموضوع اللي سويتوه. قطع حسكم مره واحده. ان شاء الله ان شاء الله. عم عيد ان شاء الله عمي. خلاص غيبوا الحين. خلاص حركنا العدوان. ولا اقول لكم تعالوا تعالوا شوي. أباكم تسيرون الحين المزرعة وتذبحون تيس سمين، تجهزونه تغسلونه وتنظفونه زين، وتجيبونه هني البيت. إن شاء الله عمي. وبعد ما تجيبون البيت تجون عند البحر هناك عند اللينك. حاضرين عمي، حاضرين. زين زين عمي. خلا يلا نسير عمي. لا تفضل. إن شاء الله. هم غيب أنا غيب هم. الله العظيم. ايش هذا؟ هذا هوريكم؟ هورينا؟ ايوه هوريكم، ما تعرفه. مو باقي في شيء ينعرف؟ لا هذا هوريكم، ويوم جينا الصبح شفناه بهذه الحاله. زين من اللي سوى فيك ايه؟ قولوا لي من اللي سوى فيك ايه؟ ايش فيكم ساكتين؟ قولوا، تكلموا. قول لي انت، اكيد تعرفه. قول لي وانا وعدك اني ما اقول انك قلت لي. قول صراحه. نحن مثلك ما نعرف من سوى شيء، ما نعرف. حنا تونا جايين. انتوا خوافين، خوافين. الخوف مالي قلوبكم. نحن ما خوافين. بعدين اذا انت تعرفه سير له، لا تدخلنا نحن. الله اكبر، من متى انتوا كنتوا في هالبلاد؟ كي من متى كنتوا كل واحد منكم يخاف على مصلحه الثاني ويوقف معاه في محنته؟ اسمع يا حمزة، نحن عندنا أولاد نبر ربيهم وخايفين عليهم. يعني تعرفون اللي حرق الهوري؟ اي نعم نعرفه، بس ما نقدر نسوي شيء. وحتى انت تعرفه. هو حد يقدر يسوي هالسوا غيره؟ حسبي الله ونعم الوكيل. الله على الظالم، الله على الظالم، الله على الظالم. يابر. نعم. وهذين الناس متى بيوصلون؟ والله ما أعرف، لكن موعدهم اليوم وصلوا. وانت هين ساير الحين؟ بسير البحر شوية، بحر السم هناك. والله بوصي حد يحر السم وقلاب بسير لهم. المهم بشوف كيف عاد لما وصل هناك. زين يا أبوي، علوان وهدوان متى بيبون لحم؟ الحين بيجيبون لحم، ما بيتحيرون. زين قبل ما أمشي السوق، ما تبون شيء؟ ما محتاجين شيء؟ إذا محتاجين شيء تراني بطرش لكم إياه. أحسن، ما ناقصنا شيء، بس خبرنا لما يوصل اللانش. معلوم، لازم اخبركم. اسمع انت، تبون شيء الحين؟ مشكور يا ابوي، مشكور. زين يلا بسير عنكم الحين، ولما يجي هلا ها عدوان وعلوان خلوهم يجون هناك السوق بسرعه. ها ان شاء الله. يلا سويت عنكم. خله خوله، صك الباب وراي. ان شاء الله يا ابوي.
زين زين جاي جاي. حمزة؟ خير حمزة؟ خير يا عبد خير. مازن هني؟ آه مازن هني خير. إيش تبابه؟ سير زقرة خليه. زين. مازن مازن تعال تعال حمزة يباك. خير حمزة إيش مستوي؟ إيش هناك؟ آه خلي مازن هي وما تعرف كل شيء. زين قول لي أنا بقول له. حلامك أنت. ياك ياك. هاي مازن ياها. ها؟ خير إن شاء الله. خير حمزة إيش هناك؟ والله ما أدري إيش أقول لك يا مازن. حمزة بتقول ولا إيش ترك عذبتني؟ لحظة على مكنت. أنت ما تشوفه؟ حمزة إيش مستوي؟ ورينا احترق يا مازن. احترق. وريكم احترق؟ من اللي حرقه؟ يعني ما تعرف؟ ولا إيش دراني يعني؟ قول. بعد من؟ هذه ما تبالها سؤال يا مازن. من؟ عمك. عمي؟ إيش هالحكي اللي تقول يا عابد أنت بعد؟ أيوة عمك. وما حد غيره. وعمي ايش مصلحتي يحرق هوريكم؟ انا بقول لك يا مازن. قول. عمك لما شاف امس ياسر واقفين له قدام الناس قال هذا اكيد بيسويها مره ثانيه، واذا هو سواها غير ناس بيسوونها، عشان كي عمك حرق هوري ياسر. لا لا يا عابد ما اعتقد، ما اعتقد ان عمي يسوي هالسواه. اذا ما هو يعني من له مصلحه في حرق الهوري يا مازن؟ اذا ما هو قصوا يديني مني. ها ما اظن يا عابد، ما أظن أن عمي يضر الناس لهالدرجة هذه. عمك ظالم يا مازن، ظالم، وظالم ما همه غير مصلحته، حتى لو يدوس على الناس بريوله بس يبقى مصلحته. استغفر الله العظيم. زين إيش ناوي تسوي الحين يا حمزة؟ تراني جايينك عشان تدني إيش أسوي يا مازن. والله ما أعرف إيش أقول لك. زين وياسر إيش سوي؟ ما أعرف. ياسر ما أظن لحد الحين عنده خبر. سعد ما أدري إذا كان حد راح وخبره. وربك يعلم ايش راح يسوي اذا عرف. اكيد لو عرف ما بيسكت، وهذا هو السبب الثاني اللي خلاني اجيك. خير ان شاء الله. حمزه سير راح انت بيت ياسر وانا بي وراكم الحين. وانا بسير مع مازن. يلا توكل على الله. يلا بلحقكم ان شاء الله. علي خير؟ أشوفك يانس عند البحر؟ أنا يكون ناوي تشتغل في البحر ولا شيء بعد؟ لا والله لا ناوي ولا شيء. كيف أنت ما دريت باللي صار؟ خير إن شاء الله. إيش اللي صاير بعد؟ هوري ياسر احترق. احترق؟ ومن اللي حرقه من؟ ما حد يعرف من اللي حرقه لحد الحين. الله يا أبوك ما يضرب بعصا، الله شافه ويا زا على فعلته. الله يا زا يا يابر. الله عيل من بعد. زين ما عرفوا من اللي حرقه؟ لا ما عرفوه، بس اظن انت تعرفه. انا من هنا اعرفه؟ انا توني جاي الحين من البيت وما سمعت الخبر اللي منك انت الحين. اي بس اذا تريد تعرفه تعرفه. هذا اكيد، لكن ياسر ما يبى مني انا شيء، لكن خله يستاهل ليه. يعني ما تعرفه يا يابر؟ علي انت ايش قصدك من التلميحات هاي؟ ايش قصدك؟ قلنا لك ما نعرفه. وبعدين لا تصدع لي راسي يا اخوي علي لو سمحت، ولا تضيع فرحتي بوصول لنك الحين اللي جايني. ايه صحيح، ما لازم نخرب عليك فرحتك. يلا ما نسرت عندك مازل. فين ساير شي ومستعير؟ بعدين بقول لك ما مستعير. الحين بتقول لي يا مازن. ما الله يخليك انا مستعير الحين. ما بتطلع من غير ما تقول لي هين ساير. ساير بيت ياسر. بيت ياسر؟ البارحه جاي من عند ياسر. لقى وهوري محروق. محروق؟ وما عارفين من حارقنا. بعد من حارقنا؟ من غيره. لا يا امي لا تظلمين عمي. هو حد يقدر يسوي شي غيره؟ لكن عمك هذا لهيوم لهيوم يا ولدي. انت الحين هيش ساير تسوي عند ياسر؟ اكيد ياسر اذا عرف بيصير بيت عمي، واخاف لا يستوي شيء بينهم. بمشي لحكه. يلا سارع تبين شيء؟ سلامتك ولدي. يلا ما ثمان الله. فمان الله حبيبي. الله اكبر عليك يا يابر.
الله يلعن بليسكم ان شاء الله. ايش فيكم مهتدين جافلك قاعد تمشي؟ سارين السوق مازن سارين السوق. ايش راك؟ عمي مص علينا نسير هناك لان اللنش ما له بتوصل اليوم. ايه اللنش خبرنا عمي قال لي. مازن انت هين صاير تجي مستعجل؟ ليش تو؟ ما استعلمتوا ما وصلكم الخبر؟ لا خير ايش هناك؟ ياسر ما طلعت روحكم ان شاء الله؟ ايش فيكم تدعون على الريال تو؟ لا حصلوا هوري اليوم الصبح محروق. لا ما عندنا خبر. لا يلا مع السلامه. الغبابير شو الحاله؟ الحمد لله والشكر. غريبه يعني هالثيران ما عندهم خبر؟ ما يستوي. ما حد غيره يابر هو اللي حرق الهوري. ترى كلنا عارفين ان يابر هو اللي حرق الهوري، بس ايش بيدينا نسوي؟ ماشي حيله. كيف ماشي حيله يا حمزه؟ انقطع حسه من الدنيا ان شاء الله. يا رب الله يسمع منك. لكن انت ايش بتسوي الحين يا ياسر؟ ايش بتسوي؟ بسير له وبقول انت اللي حرقت الهوري. بس عجل بيقول لك ما بنى، هاي صعبه عليه يعني. كل الناس يعرف انه هو اللي حرق الهوري، كل الناس. من فيهم يقدر يقول لي يابر انه هو اللي حارقنا؟ حتى لو شافوه بعيونه ما حد فيهم بيقدر ينطق بكلمه واحده. والله صدقتي يا نواره، ولا واحد منهم، كلهم خايفين على اموالهم واولادهم. وانا بعد عندي اولاد واخاف عليهم، يبون يعيشون يبون ياكلون. بعد ما احرق لي هوريه من هنا يجيب اسرق؟ لا بس بنوشر واحد غيره، ومن هين نجيب فلوس حتى نوشر واحد غيره من هين. هاي هلا ايش الحل في رايك؟ انا لازم اسير لي يابا، لازم اسير له، واللي يستوي يستوي. خلي ولي يا ياسر اصبر ولا تسير. لا بسير بسير له. خير خير علينا. خلني يا مازن خلني بصير لعمك. زين يومكم جيتوا؟ وديتوا اللحم البيت؟ من وقت عمي. زين ترى اللنش وصل. وصل؟ مبروك عمي. بس مكانك على الخبكة بس نستقبل الإماعة الحين وبنتشوف اللنش مرة واحدة. خلا بنصير عمي. صبر شوية. علي؟ أوه علي؟ خير يابا. ترى اللنش وصل. كابا تمشي معنا تشوفه خلا معنا. زين جد موني بي وراكم. زين عيب تلاقينا قدامك هناك. خلا بنصير عمي. لا باك تمشي اول شيء تزقر مازن وتخليينا عند البحر. عمي مازن ما موجود في بيتهم. هاي الهين بيت ياسر عمي. زين سير لبيت ياسر علوان وخليينا عند البحر. خير ان شاء الله. من ياسر اصر هذا؟ ان شاء الله عمي. يلا خلا روحنا. يلا يلا هدوان. يحسب بحد يروم له؟ لحظة ياسر لحظة هيت بدر الشيطان. هالشيطان عمك يا مازن اللي ما لاقي حد يرده. يا ياسر انت ما تقدر حال عمي ايش هيت عليه. انت ايش تقول؟ واليوم بايبين يا عمك يا انا. يا حل الله محمد يا رسول. مازن خليه يمسي وعشان الله يفكنا من شره. اصبر يا ياسر انا وعدك ان انا بكلمه. ايش بتكلمه؟ ايش بتقول له؟ بتقول انت اللي حرقت هوري ياسر؟ طبعا لا اصبر كمان استهدى بالله. وانت يا مازن خليني. الله محمد يا رسول الله. وبعدين اقول لكم ودروني خلي اسير له ادروني. نعم من هين جاي انت؟ ايش تبى؟ كيف مسوي غبابير وراك؟ ايش تبى؟ عبوده قوم. مازن عمي يابر يباك. سير قول لعمك يابر. ها مازن ما بين. لحظه ايش يبي؟ ايش في اللنش الجديد مال عمي؟ وصل الحينه وهو عند البحر يحرسك. بس عيل هاي الحين فضيحته. نعم الحين بصير فضحه قدام الناس كلهم. خليهم يعرفوا حقيقته. يا ياسر قاعد اتوسل لك الحين علام قلت ايش فيك؟ عباد يا مازن ما ودره. لازم الناس تعرف حقيقته. هذا ما يحترم حد. ياسر اطلبها منك الشيمة. صلي على النبي. اللهم صل على نفسك يا مازن. هدي نفسك يا ياسر. اسمع كلام مازن. خلوا يصير انا اقول والله. هدي نفسك استغفر الله. استغفر الله العظيم. مازن انا بهدي نفسي وبحرسك في البيت. انت روح لكن لا تحير عليا. ان شاء الله هدي بالك. سير يا مازن مثل ما قلت لك انا وعدتك اني بكلمه. ان شاء الله هدوا دخلوا داخل. ان شاء الله مازن لا تحير يا مازن. ان شاء الله الله اكبر عليك انت. وهذا مازن بعد والله انه مغتر في عمه وايد. يا اخي هذا عمه وما له بد عنه. ترى هو يحب خوله ويباها، واذا ما سار عند عمه يخاف يغدر فيه. انت تهيا حمزه ان عمه ما بيغدر فيه. عم هذا الغدر مزروع فيه. اسألني انا عنه. المهم يا عابد. المهم يا حمزه خلنا نحرس مازن. تعالوا ندخل داخل. تعالوا لا بيسوي لك شيء مازن. دخل
ياسر لين يجي مازن ونشوف ايش سوى. ومازن هيش بيسوي؟ انا لازم اسير بروحي. وانا باي معك. انتي معي تسوين هيش؟ بس شي باي معك. قلت لك انزل في البيت، البيت احسن لك. انا لازم اجي معك. لا يا نواره ما تجين. بس يا ياسر. خلاص يا نواره بس. وانتو بتجون معي ولا لا؟ يلا صرنا. مازن ايش رايك تصير لي؟ شوفها هناك في البحر. والله لا اشوف الاكل غاوي يا عمي، ايش رايك فيه؟ آه لا ما يحتاج صراحه، ما عليه زود البر. انا اشوف احسن من اللي بعته. وايد وايد نعم وايد. لا لا احسن احسن. نعم. هيش او انه عايبني في اللينش ولا لا؟ عايبني ما عايبني، عايبني وزود يا سعيد. عايبنك ها؟ نعم نعم. يلا عيل مبروك والف مبروك عليه ان شاء الله. الله يبارك فيك ان شاء الله، الله يبارك فيك. اقول لك سعيد. نعم. اليوم غداك عندنا معزوم. احسنت احسنت وجزاك الله الف خير. تعرفوا لان الطريق ومسافه بعيده لين نوصلها. حتى لو كان، حتى لو كان يا سعيد يا اخوي ما بتتحير، بس غدا وانت ماشي وبعدين بتاخذ باقي فلوسك ترى باقي الغوازي. هو انه بعدني ما بيني وبينك فلوسك يا اخوي لبنت، انا عارفين بتيني. انا عارف اني بتيك لكن خذهم مره حرب حرب، تغدى وش الغوازي. ما يسكت ما يسكت يا سعيد. تغدى معنا تغدى معنا بنت غدا. طيب يا عمي خلاص 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 خلاص. بسم الله بسم الله. يابر اهلا ياسر، مبروك على اللينش الجديد. الله يبارك فيك، عسى الله يعوضك بفخوريك، بهوري احسن ان شاء الله. البركه فيك. كيف يعني؟ يعني عشان تحرقه مثل ما حرقت الهور اللي قبله. انت اكيد تخرف. انت يا يابر انت اللي حرقت هوري. انت انت باين عليك يا بنيتك، انت ما فيك عقلك ده. انا حرقت هوري. سيلعب سير سير يا يابر. انا اكلمك ولما يكلمونك الرياييل كلمهم اذا انت ريال تسمع. انا ريال وغصب على شواربك يا الهس. ايش تبغى خلصني؟ يا شباب أبا قيمت الهور اللي حرقته. أنت مينون ولا خبلة؟ أنا أقولك ما أنا اللي سوي سوالف لي حال هذه، ما أنا اللي حرقت هوريك. سير سير يا جماعة. يلا يلا يا محمد. تيه تضرب بني ياسر؟ تضرب يابر؟ يا بر صل على النبي صل على النبي يا بر. تضرب اطلبها يا بر وهلحي وهلحي يا بر. بس تنقل هلحي يا بر يا بر. خذ عني خذ عني ناظم وواقف يا بر. خذ عني ناظم وواقف خذ عني ناظم وواقف يا بر. خذ منك يا بر. سيد عمي سيد عمي يا بر. سيد عمي يا بر يا بر. سيد عمي بقول لك يا بر اطلبها منك اطلبها منك. بس 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 اضرب صل على النبي صل على النبي صل على النبي. لا لا شيمه واجب الضيف واجب الضيف حبيبي يا بر. نطلبه منه نطلبه منه يا بر. روح روح لا حول ولا قوة الا بالله. هين عكفاي بعد ما بخليك يا بر ما بخليك. تبغى الصراحة الياه زيد ويبقى أكثر من كذي بعد. أحسن بس وايد ضربت تراك وايد كسرت عظامه مسكين. معذبني يا أخوي معذبني، ما شافني مكان اللي يعني يا هي. أنا ما عندي شغل غيره. هو زين هوري محروق ضال هوري محروق اللي معه يوم الصبح وجه هوري محروق ويتهمني. يعني انا دخلني في هوري لعب صغير ترى. هم خليه يغيب خليه يغيب. تقدر 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 ما صدقنا يعني اللينش. الحمد لله ان شاء الله بنسافر. تسافرون؟ نعم. ومتى ان شاء الله ناويين على السفر؟ بعد شهر شهر ونص ان شاء الله بالحدود. شو زين زين تروحون ترجعون بالسلام ان شاء الله. امين شاء امين ان شاء الله امين. سو سو اخوي تقدر تقدر تقدر. احسنت. الله لا يبارك فيه بركة حلال. الله لا يبارك فيه بركة حلال. زين وانت ما رمت تسوي اي شيء؟ هنا رم اسوي شيء وهذولاك مخلين ريولهم على ظهري. زين والناس؟ اي ناس هذيله يا نواره. الناس اللي معكم عابد وحمزه وغيرهم؟ ولو واحد فتح حلجه ولا نطق بكلمه واحده كان صار اللي صار لي واكثر. وخلوك شي وهم يتشوفون؟ ايه بس بعدين مازن اتدخل وخذ عمه وساروا. بعرف لحد متى لحد متى بيتم يابر بظلمه وجبروته لحد متى؟ لحد ما الله ياخذه ويموت. زين
وانت هيش ناوي تسوي؟ هيش اسوي بعد؟ هيش اسوي نوارة؟ اشوف ان كل شيء يصير ضدي. لا ياسر، لا تيأس، لا تيأس. لازم ايأس، لازم ايأس. اذا يأست ما بتعيش يا ياسر. وهو انا عايش ولا حد من هالبلاد يقول عن نفسه انه عايش؟ اصبر وعيش حالك حالهم. اعيش حالي حالهم؟ ها عابد، اشوفك وحدك ياي. السلام عليكم خالتي. عليكم السلام عابد ولدي. هين مازن؟ كيف خالتي؟ هو ما قال لك؟ ما قال لي. خير، هيش هنا؟ ترى عمي اليوم عنده خطار، وظني مازن بعد بيتغدى معهم. زين، انت هين صرت؟ تغديت؟ الحمد لله عابد، غديت انا. لا تكون انت بعد معزوم. خالتي، الا مثلي انا احد يعزمه؟ الحمد لله على العموم. هين تغديت؟ غديت مع حمزه خالتي. يلا، تامريني بشيء؟ سلامتك ولدي. يلا، بسير عنك داخل، شوي تعبان. خل استريح. الحين حال من انا هالك عمري مسويه هذا الغداء؟ لكن على منو؟ على عينهم بيتعشونه. يا الله، يباكم تباتون ليله معنا كان اخوي سعيد. ايوه معنا الليله. ما قصرت وجزاك الله الف خير. لكن لو تباتون بعدكم اليوم ترتاحون وباكر تروحون، عينوا خير يا اخوي. احسنت، وتعرف ورانا مشاغل يا اخوي ترى. والبلاد ترى لهي لو وحده تراها. نعم نعم نعم. الوان. نعم عمي. الوان. امر عمي. ابن رخ الريال، سيروا مع رابعه لين لاخر البلاد مع جماعته. ان شاء الله عمي. يلا سعيد، ما بنأخر اخوي. يلا ابوي. حياك. يلا نلتقي ترى. يلا يا جماعه على خير. يلا قدامك الرحمن. سلام. الله يخليك. الله يحفظك. يلا حاجه مار علينا. يلا عثمان. لا سلم سلم. الله يسلمكم. احسنت. يلا انا بترخص بعد. ياسين علي. يلا بروح عنكم. حاجه مار. يلا في مالك. يلا عمي نسير عنك بعد. انت بنت بعد اباك شوي اصبر. ايش هناك؟ تعال داخل اباك شوي. يلا خير ان شاء الله. تفضل. استريح يا مازن يا ولدي، استريح. خير يا عمي؟ لا خير ان شاء الله. خير خير عمي. ايش هناك في شيء؟ مازن يا ولدي، ابا اقول لك وقلت لك من قبل انك لا تدخل نفسك مع هذيل الناس. من تقصد يا عمي؟ اقصد ياسر. شفت ايش سوى؟ جاي قدام الناس يتهمني اني انا حارق هوري. والله ما اعرف ايش اقول لك. لا وبعد جاي يقول لي انت ما ريال، بس انا مسكت نفسي وكتمت غيظي ولا اعرف كيف اداوي. لكن يلا ما عليه، لو بعد جاي يضربني بعد ما يخيل على وجهه. حتى انت يا عمي ما قصرت فيه. ايش اسوي بيك ساعة؟ اخليه يضربني قدام الناس؟ المهم الحين اللي ابا منك يا ولدي انك ما تدخل نفسك في اي شيء بيني وبينهم. ايوه يا عمي، بس اذا كنت عمك وحسبة ابوك الله يرحمه وتحترمني لا تتدخل بيني وبين ياسر خاصة. ان شاء الله عمي ان شاء الله. يلا نسير عنك، شايف خاطرك؟ احسنت يا ولدي، بس عاد مثل ما وصيتك. ها ان شاء الله. يلا مع السلامة. مع السلامة. حياك الله. مازن. هذا خولة. كيف حالك؟ الحمد لله. أنت كيف حالك؟ وكيف حال خالتي؟ الحمد لله تمام. بس تهينك. لا تين ولا تسألين، ولكن أولاد عم. أنا أي، بس كل ما أي أنت ما تكون موجود في البيت. حتى أمس كنت في بيتكم. المهم انت شو اخبارك؟ شو مسويه؟ الحمد لله طيبه. يلا خولنا ساير، تبين شيء؟ لحظه شوي، خذ هذا الصحن. ايش هذا بعد؟ هذا شويه عيش، ضواقه حال خالتي اصول. زين مزورين عاد، لا تقطعينا ان شاء الله. ما تريح. شو السلام. سلم على خالتي. يلا. ما صارت عطية صحن هذه؟ زورين وما حد منكم قدر يحيز عنا؟ ونحن ايش نقدر نسوي قدام يابر يا خالتي؟ بحيز عن الريال، بوقف في ويه يابر، ما بخليه يضربه.
عيل ينضرب وهو صاحب حق وما حد فيكم يقول شيء؟ والله يا خالتي والله لو واحد منا قال شيء كان حصل ضرب شرواه. الله أكبر عليك يا الله أكبر عليك، ظالم ظالم من يومه. لكن مازن ما خلاه، قام ووقف قدامه. لا يكون سوابه شيء وما راضي تقول لي. لا والله خالتي ما سوى شيء. عيل هيش صار خبرني. ما سوى شيء، ودر ياسر وقف عن ضربه وروحوا. ومازن؟ مازن ترى صار معهم خالتي هناك بيتغدى، خبرتك. وياسر خليته طايح هناك في الأرض؟ لا خالتي، شلينا أنا وحمزة ودينا بيتهم. هين بيصير يابر من ربه هذا؟ هين بيصير؟ لكن مازن ليش تأخر؟ هين لحد الحين؟ أقصاهم عاد خالتي تراهم تعرفين غدا خطار لحد ما يتغدون ويريحون، تعرفين روحك عاد. ها كنا وصل مازن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شوفكم جالسين خير؟ من هين بيينا الخير وعمك يزرع الشر في كل مكان؟ بعيد الشر ما يشناك، ايش مستوي؟ ما مستوي شيء يا ولدي. هين كنت؟ كيف ما خبرتها؟ وانا ايش دراني؟ انا هيك كنت مخبر انها ما جيت تركض. كنت مستعجل وبعدين انا نسيت. على ايش مستعجل؟ على شوفة عمك وهو يضرب ياسر؟ مرة انت؟ انجي خلت؟ ما خليت شيء؟ ما ظلم شيء؟ ما ظلم شيء، وبعد كيف اخبرها؟ الله يا ابوك انك 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 انك. وانت ليش ما تبى يخبرني؟ لا ما قصدي. المهم ايش اخبار عزيمه عمك؟ لا زينه زينه ما شاء الله، الحوم ذابح يعني؟ ها عنده خطار ترى، وهذه ضواقه رسلت خوله حالك ما هناك العوق خوله. الا خوله في ذاك البيت ولا عمك وطيبه ما يينا منهم شيء. زي ما انا بدخل داخل شويه. هين تبى؟ تعبان بدخل اتمدد. ايش متعبنك؟ تعبان شويه. وعمك متعبنك والدكان مودر. زين خالتي انا بسير الحين. هين تبى تسير انت بعد؟ بسير عند البحر خالتي. يلا وهذا الحين من بياكله؟ والغدا اللي انا مسويت لنا بعده ما حد مسه. تغدوا وراحوا وما يلسوا حمي. ويابر ايش اخباره؟ ترى هذه اخباره قلنا لك اياها وتراك انت كنت معانا. لا انا قصدي يعني ايش اخباره؟ ايش سوى مع ياسر؟ كيف يعني عمي؟ كيف يعني؟ يعني بعد ناوي يسوي له شيء ولا بس؟ والله ما أعرف. نحن اللي إيش قصدك؟ ترى أنا ما فاهمين شيء عمي. يقصد الهوري. اسكت شوية. علامة خله. ترى أنا عارف إن يابر هو اللي حارق الهوري. لا ما هو، نحن. اسكت يا خبي. أنا عارف إنكم أنتوا ويابر هو اللي موصنكم، بس ما قلتوا كم أعطاكم على هذه الفعلة؟ كيف يعني؟ يعني ما أعطاكم فلوس زيادة؟ لا هذا هو يابر، أنتوا تسووا له أي شيء هو ولا مهتم فيكم. كيف يعني؟ يعني أنا بترخص وأنتوا عاد فهموها أرواحكم. حياكم. خولة. هلا مازن. هلا خولة، ايش هالحظ الحلو؟ كيف؟ انا اليوم اعتبر نفسي محظوظ. زين كيف؟ لان هذه المرة الثانية اللي اشوفك فيها. يلا عاد ترى عادي عندك. عادي؟ أنا اليوم اللي ما أشوفك فيه أحس شيء غالي ناقصني. صدق؟ ليش؟ ما مصدقتني؟ على بالك أنا مثليك؟ أنا؟ حرام عليك. لا زين، عيني في عينك أشوف. خالتي هني؟ أيوة هني، تفضلي. أنت هين ساير؟ أنا ساير السوق. خلاص
ما بعطلك عن شغلك. ها زين زين أسير شاء. مازن خل بالك على نفسك. مرحبا 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 العوض. مرحبا يلا الجماعة. ما سمعتنا ميدان يا عوض. محمد نعم أنا وبعدني بعطيك ميدان. اسمع اسمع يقول يو يقول مركب في الغبيب ينضح دم. مركب في الغبيب ينضح دم وصيادكم صادني في راسي ترى. صيادكم صادني في راسي. حمد انا ليه من قبضتك بطن صعدم يوم اللي هو تارس في راسي. بارك الله فيك بارك الله فيك. يا عوض خلاص خلاص ايش قال ايش قال ايش قال هاي دي ساي يقول يو ساير السيح صخبر دار صخبر دار. يو ساير السيح صخبر دار صخبر دار بشلك عراسي وبيلس بك بيلس حالي ابويا. يقول لك لا شيء لقول صغير اندار. قول صغير تقول انا بضربه. لا لا صغير اندار لا يخلف القول ويلسبك ويلسبك. الهاتا حبيبي الهاتا هاتا حبيبي احمد بسرعه. ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. السلام ورحمه الله. استريح استريح استريح. تفضل عمي تفضل تفضل عمي سيد راشد تفضل سيد تفضل. حمزه انت هني؟ تعال شوي يا باك تعال. انت تعال. احسنت على وضع احسنت. واحنا المباشر تعال شوي يا باك تعال. خير عمي فهيش بغيتني؟ لا تستعيل عينك في الكلام. ايش رايك باللي سواه صاحبك؟ من بعد ياسر؟ والله يا عمي ما اعرف ايش اقول لك. ليش ما تعرف ايش تقول لي؟ قول لي ايش رايك؟ انا ما راضي بصراحه عمي ما راضي ما راضي على اللي سواه. يعني انت ما معه؟ لا عمي. زين يا حمزه ايش رايك تشتغل معي؟ والتركة أنا؟ ما أنت؟ وما تبغى تشتغل معي؟ ما أعرف إيش أقول لك عمي. إن شاء الله اللي تشوف. هاي الخلاص وخلي ياسر هذا يشبع بعناده. سير الحين إن شاء الله ما يصير إلا الخير. إن شاء الله عمي. توكر ما عليك يا ياسر. أنا بعرفك من يكون هو يابر. ما عليك. ياسر ياسر رقات من هين بيين رقات. ياسر ياسر بهيش تفكر؟ فيش أفكر بعد؟ أفكر في الحال اللي أنا فيها. كلها يومين إن شاء الله وبتكون بالسلامة. بس أنا قصدي من هين بناكل؟ كيف بنعيش؟ كيف يعني؟ يعني ما شي شغلة أشتغلها. هذاك الهوري وراح. لا تفكر وإن شاء الله بتقوم بالسلامة وتشوف لك أي شغلة. أي شغلة؟ وهين الشغل؟ اشتغل عند أي واحد من أصحاب الهواري ويمع لك كم من بيسة وبعدين اشتري لك واحد. كل واحد من الصيادين هوري على قده واللي متشارك مع حد يعني ماشي فايدة. لا تقول شي، والله سبحانه وتعالى ما ينسى عبده وانت مظلوم. عسى ان شاء الله. اقول حمزة ما جا اليوم؟ ياك العصر وانت كنت راقد وسار. مسكين حمزة الله يكون في عونه. الله يكون في عون الجميع. على رايك. الحمد لله على كل حال.
الخير إن شاء الله يا نوارة. علامة تشوفين علي تكي من هيني يا الخير، لكن ما علي يا يابر لحد ما ألقاك. وهيش بتسوين معه؟ بكلمه. تكلمينه في إيش؟ بكلمه في اللي سوا فيك. لا يا نوارة لا، أنت ما لك خص في هالسالفة، وبعدين لو تنسينها يكون أحسن. وأنت تقدر تنساها؟ أنا غير. وأنا مثلك يا ياسر. المهم اللي قلت لك إياه إنك ما تتدخلين في هالأمور أبدا. أشوف ما رديتي علي. خير إن شاء الله خير.